دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك يا يسوع، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. لو قدم لك شخص شيك على بياض وانت تكتب الفلوس اللي عايز تاخدها، فكم ستكتب؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. أرجو أن تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين بكل الطرق. نتمنى أن تصلنا منكم رسائل، اكتب لي قصة أعجبتك، قصة حياتك، قصة من الحياة نتبارك بيها ونسجلها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تواصل معنا على موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة بالعربي أو Your Life in a Story بالإنجليزي أو جروب حياتك في قصة. أيضا على اليوتيوب قناتنا بعنوان حياتك في قصة، تقدر تشاهد كل الحلقات السابقة وتعمل تحميل ليها كمان. قصتنا النهاردة من القصص الحقيقية، القصص الرائعة. قصتنا النهاردة بعنوان شيك مصرفي، شيك على بياض. شيك على بياض قصة حقيقية بتكلم عن الشيك الذي قدم لجون ويلبر شامبمان. ولد جون، وده خادم عظيم للمسيح، ولد جون ويلبر شامبمان يوم 17 يونيو سنة 1859 في روتشموند ولاية انديانا، ورقد في المسيح في عيد الميلاد في الغرب 25 ديسمبر 1918. هو مبشر انجيلي خدم في نهاية القرن 19، وكان يخدم ويسافر مع المرنم الشهير وقتها تشارلز ألكسندر. مر دكتور جون ويلبر شامبمان بضيقة شديدة، واضطر إلى السفر إلى أقصى الغرب، غرب أمريكا. جاء أحد أقاربه الشيوخ ليودعه، فترك في يده ورقة صغيرة. تطلع الدكتور شامبمان إلى الورقة فوجدها شيكا مصرفيا يحمل اسمه وموقع عليه، وقع عليه الشيخ دون أن يحدد القيمة. فالدكتور جون شامبمان سأل الشيخ اللي اداله الورقة، قال له: أتقصد أن تعطيني شيكا مصرفيا على بياض لأضع الرقم الذي أريده؟ فأجابه المليونير الأخ الشيخ ده: نعم، فإني لا أعرف ظروفك ولا ما هي احتياجاتك لتملأه حسب ما تشعر أنك محتاج للمال. منين ما تشعر أنك محتاج للمال؟ حط ألف، حط مليون. طب يا ريت لو يعني حاجة جميلة جدا. قام الدكتور شامبمان برحلته وعاد معه الشيك. لم يكتب عليه شيئا، لكنه كان مطمئنا طوال رحلته ان بين يديه امكانيات سحب الملايين ان احتاج. وقال: رغم اني لم استغل هذا الشيك، لكن هذا الشيك كان سبب تشجيع كبير ليا. فكل ما كنت اتعرض كنت عارف ان في ايدي شيك على بياض اقدر اكتب فيه حتى الملايين. ورجع الشيك للشخص المليونير وشكره رغم انه ما صرفش منه، لكن وجود شيك على بياض اداله الامان. وكان دايما الدكتور بيحكي عن هذه القصة، دكتور شامبمان بيحكي عن قصة الشيك على بياض ويطبقها عن شيك اخر على بياض هام جدا. ساستكمل القصة معك بعدما نستمتع بترنيمة من الروائع ألفها دكتور باسم رشدي حبيبنا الغالي، ولحنها اخويا بهجت عدلي المبارك، ويرنمها لنا اخويا الغالي يوسف صمويل. ابقى معي الى ما بعد الترنيم. تعلمني وتنصحني وفي
في البرية اسندني بإيدك انت تمسكني، وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت وضمنت إحسانك وأنا صغير وما استاهل، وتغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل، وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. سلطانك لخير الكل تحول، ما كل شيء في إمكانك ومجدك انت في الأول، وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت إنك هتشفيني بكلمة ولمسة إلهية، إله الحي نجيني ده كل قدرتك ليا، وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. برغم التجربة المرة خلاص هتحمي وهتنقذ سلامي مهما جاي بكرة، وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت نعمتك فيني برغم الشوكة ترفعني، تثبتني تقويني لمجدك راح توصلني، وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. أكيد الوعد ده ليا كان ترنيمة رائعة رنمها لينا أخونا يوسف صمويل من تأليف الدكتور باسم رشدي وتلحين أخويا بهجت عدلي، في قصتنا النهاردة اللي تنطبق تماما على هذه الترنيمة، أو هذه الترنيمة تنطبق على قصتنا. شيك على بياض دكتور جون شامبمان لما اتعرض لضائقة مادية وكان في الغرب، واحد من الشيوخ مليونير هو بيسلم عليك ده بيقول له أنت رايح المشوار ده خد ده معاك، فبص فتح لقي شيك بس فاضي ممضي بس
قال المليونير حضرتك نسيت تكتب القيمة يعني. قال له لا ما أنا سايبها كده، سايبها على بياض. اكتب أنت، تكتب ألف تكتب مليون، منين ما تلاقي نفسك محتاج لمال اسحب. قال الدكتور شامب مان خادم الرب الجميل لف كتير واحتاج كتير بس ما صرفش الشيك، لكن قال كل ما كنت أمر بأزمة ضائقة مادية كنت دايما مطمئن، لأن لو هزنق فعلا عندي شيك على بياض. قصة كان دايما يوعظ بيها الدكتور شامب مان ويقول لينا شيك على بياض عند ربنا. وأنا عايز أشاركك في هذه الحلقة في ثلاث شيكات على بياض يعني. وانا بضحك طبعا اثناء الحلقه قلت ده حاجه كويسه جدا، شيء جميل ان واحد يدي واحد شيك على بياض ويقول له اكتب، اكتب مليون اكتب. ثلاث شيكات على بياض. الشيك الاول شيك الصلاه المستجابه، شيك الصلاه المستجابه. والشيك الثاني شيك الوعود فلا تنساها. والشيك الثالث شيك الرؤية التي تراها. شيك صلاة مستجابة، شيك وعود لا تنساها، شيك رؤية سوف تراها. في صفات لشروط الصلاة المستجابة حسب كلمة الله. من أهم هذه الشروط للصلاة المستجابة، مثلا أذكرك بشروط الصلاة المستجابة اللي حسب كلمة الله. واحد، أن تكون الصلاة بثبات في المسيح. مثلا إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، يوحنا 15:7. وأن تكون حسب مشيئة الله في يوحنا الأولى 5:14، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها نحن. لكن الشرط الثالث من شروط الصلاة المستجابة هي الإمضاء، شيك على بياض. بص يقول المسيح مهما سألتم باسمي، يا سلام، فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. تاني هقرأ الآية، مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله، يوحنا 14:13. وكل دارسي الكتاب بيقولوا يعني ايه انت سألنا شيء باسم المسيح؟ مش بس نقول له يا رب نصلي هذا في اسم المسيح وان كان هذا حسن، لكن صلي صلاة باسمه. يعني قل له يا رب انت عايز ايه مني؟ ماذا تريد ان افعل؟ يقول لك انا عايز انت مثلا استخدمك زي يوسف صمويل في الترنيم، زي الدكتور باسم رشدي في التلحين، زي الناس اللي في الاستوديو هنا، المنتج الجميل اخويا هاني وهيب حنين واخويا ريمون ميلاد في الانتاج وهكذا، والكاميرا بيبول. كل واحد مننا ربنا عايزه في حاجه. اثناء الحاجه اللي ربنا عايزها منك، كل هو اللي قال لك اعملها، كل ما تطلب باسمه اي كان المسيح بذاته يسال فسوف يستجيب. يا ريت نكون واثقين في هذه الشروط للصلاة المستجابة. لكن مش بس شروط الصلاة المستجابة، شيك شروط الصلاة المستجابة، لكن شيك الوعود فلا تنساها، وحاشا إن الله ينساها. أنا أقصد، وكان دايما دكتور شامب مان في القصة دي بالذات يتكلم على فكرة الوعد. معلش إخواتي المؤمنين وأخواتي المؤمنات اللي بيشاهدون، المسيحيين الحقين، ركز معايا. في فرق بين الوعد العام في كلمة الله، كلام ده عملي على فكرة، والوعد الخاص. مثلا بطرس ربنا قال له انزل من القارب وامشي على المية، هو قال للمسيح إن كنت أنت هو فمرني أنا أتي إليك، قال له تعال. نزل بطرس على المية، حط رجله لقيت المية بيصخر، حط رجله التانية المية بيصخر، بص على المسيح ماشي، بدأ يشك وقع. طيب الرب قال لبطرس بريمة معينة بكلمة معينة امشي على المية، هل معناته اني انا اكون ماشي في سفينة مثلا من فنلندا، بنسافر في السفينة دايما من فنلندا للسويد مثلا، او نايل كروز في النيل في مصر، واقول بطرس مشي على المية وروح طالع من المركب وامشي؟ لا طبعا، الا اذا قال لي. فهنا في سوء استخدام للفكرة. الوعود عامة، خصص الوعد ليك، قول له يا رب انا عايز ريمه مخصوصه. في وعود
الإسرائيليين ليهم وعود، الذين هم إسرائيليون لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، رومية 9:4، كورنثوس الثانية 7:1، لنا المواعيد أيها الأحباء، دي مواعيد أكيدة لنطهر ذواتنا من كل دنس الروح والجسد، وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم غلاطية 3 وهكذا. لكن يقول حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما الوعد والقسم تكون لنا ثقة. بمعنى يعني هقول حاجة بس أرجو أني يعني ما كنتش بضايق حد من المشاهدين، قصة مكررة ومعروفة، شاب حاضر مؤتمر لمدارس أحد وعايز يتجوز ومعه شابة برضو حاضر المؤتمر، هو بيصلي فهم غلط ان ربنا وعده ان البنت دي هتبقى مراته كويس، فراح قال لها على فكرة انا ربنا وعدني امبارح وعد حلو. قالت له وعدك ايه؟ قال ربنا وعدني انه شيك على بياض يعني وعدني اني حضرتك هتبقى مراتي. قالت له لا انت فهمت غلط، ده مش ممكن ربنا يكون وعدك، انا مش مناسبة ليك، صلي تاني. المهم كان المؤتمر 5 أيام، على اخر يوم صلى وصام وقال لها الرب أكد الوعد 100%. قالت متأكد؟ قال لها اه. طب ربنا ما قالكش حاجة أعمل إيه في جوزي والتلات عيال؟ قال لها إيه ده؟ أنت متجوزة ومعاكي تلات عيال؟ أهو ده يعني تخيل الوعد. وده اللي أنا عايز أقوله، ده لا يقلل من إن الوعد ربنا لما بيقول لي حاجة وأنا راكع من خلال كلمته وبيقول لي يا زكريا أو يا فلانة يا فلان أنا هديك الوعد ده، السماء والأرض تزولان، شيك على بياض، الله ما يرجعش أبدا طالما مضى باسم المسيح. بس المهم تأكد إن ده الوعد، شيك الصلاة المستجابة، شيك الوعود بس اوعى تنساها، شيك الرؤية لكي تراها. مكتوب بلا رؤية يجمع الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. ما أروع يا أحبائي كل مرة الرب أعطى رؤية في الكتاب. مثلا إدى الرب رؤية شيك على بياض لنحمية، رؤية أنه يروح يبني أسوار أورشليم. صعوبات رهيبة، ربنا غير الملك وغير مهمة بنة الأسوار في 52 يوم. ليه؟ لأنه إداله شيك على بياض وقال له روح ابني الأسوار. إدى ربنا رؤية لنوح أنه يبني الفلك، حصل تمام. إدى ربنا رؤية ليوسف أني أبوه وأمه وإخواته هيسجدوا لي، رؤية غريبة جدا حصل. قل له يا رب افتح عينيا علشان أتمسك. على فكرة عكس القصة بتاعتنا دي بختم بيها قصة تاني ما قلتهاش في حياتك، في قصة قريتها كتير، قصة حقيقية عن واحدة ست قروية من صعيد مصر، بعد كل اللي ليها وابنها راح الخارج وقالت له يا ولدي بقى اهتم بي، أنا ما عنديش ولا حاجة، أنا بعت لك الصيغة وحتة الأرض وكل حاجة عشان تاخد فيزا وتروح أوروبا، وابقى بس يعني اهتم بي. قال له حاضر. مرت على القصة دي 3 سنين والخادم، دي قصة حقية ومعروفة يعني، الخادم بيزور الست حزينة كئيبة وتبكي. تخيل يا حضرة الخادم ابني سافر وبعت له الصيغة. قال له ما بعتلكيش فلوس؟ قالت له لا، بيبعت جوابات وفي كل جواب حتة لونها كده، حتة صورة ملهاش طعم ولا قيمة، بس لاني بحبه بجيب حتة عجينة ولزقهم. الخادم بيبص لان الأوضة مليانة شيكات، دي قصة حقيقية، شيكات تساوي آلاف الجنيهات. قال لها يا ستي ده انت غنية جدا، ده انت عندك شيكات رهيبة ما صرفتيش. قالت له لا ما دي صور. قال لها لا دي شيكات. مرات كتيرة ما بنبقاش عارفين إمكانيات الله لينا. يدينا الرب نعمة أحبائي بعد هذه القصة شيك على بياض ناخد وقت النهاردة. أنا بدعوك النهاردة وبدعوك النهاردة وبدعي نفسي، قل له اكشف لي يا رب، اكشف عن عيني فأرى الرؤى، رؤى القدير، وأرى ماذا تريد أن أفعل. هتلاقي كنوز ربنا كتيرة ليك، عندك بركات، عندك خيرات، عندك شيك على بياض، اكتشفه واستخدمه. وأتركك، اكتب لي أراءك، اكتب لي ما حدث معك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في القصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في القصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.